السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا هذه القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الأتواب. كما كتشوفوا اليوم عندنا الجديد ديال أتواب ديال الشتاء أو أتواب ديال البرد، وهذا الجديد ديال التوب ديال التويد. هذا راه التوب ديال التويد، كما كتشوفوا التوب ديالو راه سخون ديال البرد، سخون وكيكون طايح في اللبسه ديالو، كما كتشوفوا طايح التوب ديالو. وزواقه ديالو يعني راه فيه جوج ديال الالوان، يعني من جوج توب مصوف وسخون ديال البرد، والوينات فيه رائعه ديال هذا التوب. هذا التوب هذا راه يمكن يطرز حتى هو كيطرز بالطرز الرباطي، الطرز ديال الكاتفيل زواق المعلم، يعني اللي درتيه كيجي مزيان، يمكن تنبت حتى بالعقيق. كما كتشوفوا اللوينات ديالو رائعه، والتوب ديالو رطب وطيح، والتوب ديالو راه خيط مصوف. الثمن راه 60 درهم المترو، واللوينات كما كتشوفوا اللوينات ديالو رائعه، والتوب ديالو راه طيح، كما كتشوفوا التوب ديالو راه طيح ورطب وسخون في اللبسه ديالو. اللوينات راه رائعه، والثمن كما قلنا راه 60 درهم المترو. وكما العاده الناس ديال الجمله اللي كيبغيو ياخذوا واحد العدد كثير ديال الاتواب، راه غادي نقسم على الثمن ديال 60 درهم. اللي بغى يتواصل مع مول المحل تهبطوا الاول تعليق، تلقاو الرقم ديال التليفون ديال مول المحل، غادي نتواصلوا معاه وتفهموا مع الثمن ديال الجمله. بالنسبه للتوصيل راه كيوصلوا لجميع المدن المغربيه، فين ما كنتي راه توصلك السلعه حتى لعندك. سواء بغيتي مثلا كوب بوجوج ثلاثه، العدد اللي بغيتي راه يصيفطوا لك. كما كتشوفوا اللوينات ديالو رائعه، كاينين فيه سته ديال الالوان، سته الوينات اللي كاينين فيها. التوب هذا توب ديال التويد، كما كتشوفوا اللوينات فيه رائعه، والتوب ديالو راه طايح كيجي رطب في اللبسه ديالو، والتوب مصوف رائع، اللوينات زواقه فيه كذلك رائعه. بحال هاد التواب هادو ما كيديموضوش، يعني كيبقاو تلبسوا دائما. كما كتشوفوا اللوين ديالو راه رائع، وزواقه كذلك رائعه، والتوب ديالو راه سخون وطيح كيجي طيح في اللبسه ديالو ورطب. يمكن يطرز بالطرز الرباطي، بالطرز ديال كاتفيل زواق المعلم، يعني داكشي اللي درتي كيجي مزيان. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.